شنو هو الحوايج اللي كانوا تنتي تيجيوك غريبين ما بين البنت والاب ديالها؟ غريبين هما الحوايج اللي كنشوف انا البنت كتلبس قدام باها شي حوايج ماشي هما داك. غريبه ملي كنشوف البنت متشده هي باها بحال المرض ديالو. بابا ما كانش كيخليني نجلس حتى بصفه ما هكا، كانش كيخليني حتى بصفه ما هكا اللي عريضه بحال هيدا، ما كانش كيخليني. غريبه ملي ما تنشوف البنت كتعظمها، غريبه ملي البنت ما دايره بحال الشركه ديالها، بحال الشركه ديالها. قالت له انا اللي شفت هو هات البنت عضات امها، وهات البنت ضربتها، انا ضربت امي. انا كنت صغيره وقليوله غنقد على تعمق في التفاصيل، وانا عضيتها. شات عضيتها انا ما عضيتهاش، وشتي حتى الا كنت عضيتها غادي تكون عادتني بزاف وضربتني بزاف، وكندافع على راسي. غير شقت ليا غير زيغه. الا عضيتها وقدر الله كنت فعلا عضيتها، كنت كندافع على راسي.